الفرحة بالفوز بأجر الحج المبرور استكملها الحجاج بفرحة العودة إلى أرض الوطن واستقبال أهلهم وذويهم في أولى رحلات العودة من البقاع المقدسة التي حطت بمطار عين البيضاء بورقلة. الحمد لله عقمناها ما شاء الله يودي، والله الزيرين تاعنا ما شاء الله يودي، خلوا فينا في عرفة في مزدلفة. الحمد لله اللي مشينا وجينا وتحيا الجزائر إن شاء الله، فهمت؟ قدت لنا كل، نظمت لنا الأمور وكل غد. نشكر البعثة الجزائرية لأنها كانت متواجدة 24 ساعة على 24 ساعة منذ نزولنا في المدينة إلى غاية ذهابنا إلى مكة. الحمد لله رانا فرحين اليوم، حج مبرور لكل الحجاج، حج مبرور وذنب مغفور. كل اللي كنا نتمناه ربي وفقنا له، ودعينا ربي البلاد نتاعنا والرئيس نتاعنا والأمة نتاعنا. والحجة إن شاء الله هذا العام إن شاء الله كانت في التنظيم المتوقع. ومن أجل استقبال الحجاج في ظروف حسنة إجراءات مخففة وإمكانية سخرتها مختلف المصالح المعنية. واليوم راهم حضروا استقبلناهم أحسن استقبال، وراهم فرحانين ودعوا لبلادنا ودعوا لرئيسنا وقمنا بكل إجراءات. برنامج رحلات العودة نحو مطار ورقلة يتضمن 10 رحلات لنقل أكثر من 3000 حاجة، آخرها ستكون في 11 من شهر سبتمبر.